حضرتك طبعا يعني نجم ابن نجم طبعا، يعني حاجة كبيرة جدا. فكلمني عن الموسم برضه، وكلمني عن الصعوبات اللي انت من وجهة نظرك كنت شايفها وحسيت انها عنق زجاجة بالنسبة لك. والله يا كابتن هيثم، اول حاجه ببارك للجهاز وللعيبه، بنات زي الفل. عملنا موسم استثنائي صحيح، يعني صعب جدا، وبتمنى طبعا الشفاء للكابتن ياسر، كان نفسي يبقى موجود معانا، شفاه الله ماشي وعافاه يا كابتن. رب. كابتن الموسم ده ياسر صراحة المدرب الفريق، المدرب العام، بيعمل عملية طبعا وبنتمنى له الشفاء، لولا كده كان هيبقى معانا. فأكيد طبعا كابتن أيمن بيوجه له التحية وبيقول له ألف سلامة. اتفضل يا كابتن. ابتدينا الموسم ده زي ما قالوا بنات مؤثره جدا، كانت عامله عمليه وراجعه وهتعمل عمليه تانية زائد ظروف الكورونا. وخلي بال حضرتك في نقطه برضو، احنا كل يعني الناس ما بتاخدش بالها منها، مش بس اللعيبه اللي ممكن تتصاب بالكورونا، فاحنا يعني ما نبقاش معتمدين عليهم. يعني في عندنا اهالي البنات دي لما بتتصاب برضو اللعيبه بتتاثر. صحيح نفس الكلام عندنا احنا، برضو اهالينا ممكن تتصاب احنا صحيح نتاثر. فالقصه كانت صعبه جدا على البلد كلها وعلى كل المجالات. الحمد لله ربنا يعني يعديها على خير. تاني حاجه، ان في اثناء الموسم يعني واجهنا صعوبات كتيره قوي، من تاجيل الماتشات زي ما حضرتك قلت في الاول، حاجات والتوقيف طبعا الوقف بتاع الكورونا، الكاس. يعني احنا قبل نهائي كاس عرفنا قبلها تقريبا ب 48 ساعه ان احنا بعد بكره عندنا قبل نهائي كاس، ماتش كان سبورتنج، كانت لسه نهله بتقول الماتش هتلعب، لا مش هتلعب. وبرده عرفنا ان هنلعب من غير دعاء وفريده، لا دعاء وفريده ممكن يلعبوا. كانت اسكندريه كان الماتش في اسكندريه، كناش لسه عاجزين والله يا حاج. طب وعملتوا ايه يعني؟ طب يعني مين اللي كابتن حمدي عرف بلغكم ازاي؟ يعني قال لكم يا جماعه كابتن يلا حمدي خلينا ما طالعه بيبل... بعد بكره، ولا هتقول ايه يا كابتن؟ ما يعني ما بقاش ماتش كده، الموضوع بقى صعب. كابتن حمدي من ساعه ما كان هو لعيب، وفي ميزه ان هو بيشيل الدنيا على كتافه، انا عارف والله العظيم. يعني انا هحكي لحضرتك موقف كوميدي قول لي جدا. اتفضل. كنا بنلعب نهائي البحر المتوسط 2005 في الماريا في اسبانيا، في الجيم الخامس احمد بيلعب، احمد صلاح ما شاء الله وعبد الله بيلعب، وكنت انا والكومي بنبدل مع بعض. ففي الملعب كان انا واحمد وعبد الله و15 14 لاسبانيا، تمام باي بونت هنخسر. ده الجود الشوط والارسال الخامس. والارسال معاهم، والله العظيم خدنا تايم اوت. في التايم اوت انا واحمد وبقيه الضريبه كلها عبد الله ما ترفع لناش. ما هترفع انا هضيعها، انا خسرت مصر. فحتى عبد الله وحمدي كان في الخط الخلفي رفعها لحمدي وقال له بالشفا. والحمد لله وخلصها. يعني حمدي طول عمره بياخد الحاجه على كتافه واحنا وراه. النجم كده وبيبقى هو اتربى على كده ان هو يتحمل مسؤوليه. حتى بقول لك في المباراه، والله انا باخدها بهزار وضحك، بس احنا واقفين هنتجنن. كنا قاعدين هنا على الاستوديو واحنا يا كابتن قول حاجه، وكابتن حمدي مربع ايده وباصص للملعب ومركز وفيه هدوء. ابص اقول يبقى هو عنده ثقه هنكسب ان شاء الله. بس خلي بالك يا كابتن هيثم ان بتبان في عيون اللعيبه. يعني انا من الخبره وكابتن حمدي طبعا، واحنا قاعدين بره لما بنشوف اللعيبه خارجه مثلا واحنا خسرانين او الصيت بقاله بوينت ويكسب، بيبان في اللعيبه، بنبقى ده احنا مش هو لو شاف الهزيمه في عينك خلاص انتهى الموضوع. طبعا اللعيب لو شاف ان انا كمدرب او مدير فني اتهزمت سلمت، وشاف ان انا سلمت واتمططت واتعصبت وخلاص وبعت القضيه، هخسر. برافو عليك. فلازم اللعيب يخش يلاقي يشوف الثقه في عينيا، ويشوف ان انا هكسب. انا صحيح. هكسب يعني لحد اخر لحظه بقول لهم اهدوا وهنكسب، هنجيب البونت ده وهنكسب. طب كان في كلام بينكم ببعض يا كابتن ايمن؟ طبعا طبعا على طول بيبقى في كلام. الوقت الحساس يعني طبعا طبعا. وبروح يعني ساعات انا كابتن حمدي ممكن تبقى من توتر الماتش او مركز في حاجه ثانيه، اقول له المحترفه بتضيع ارسال معانا نرميه، ممكن تنزل لعب ارسال. ساعات بياخد بالكلام وساعات يقول لي استنى شويه شروق. يعني في حوار بينكم وبين بعض طبعًا. بيحصل طبعا. طبعا شروق يعني ساعات البلوك كانت الضربه اللي عندها كتير، اروح اقول له عايزين، يقول لي استنى. وبعد الماتش ما خلص الحمد لله اتكلمنا وقال لي انا ببقى شايف كل حاجه، بس كل حاجه في الوقت المناسب. صحيح. وخلي بال حضرتك برضو الجمهور، انا يعني انا اهلاوي صرف طبعا، الجمهور بقى كمان بيزعل لما بنكسب 3-2، ده عايز مكسب 3-0. وحصل معانا السنه اللي فاتت، كنا بنلعب الزمالك عندنا في النادي والماتش خلص 3-2 قبل اللي فاتت. اللي قبل اللي فاتت الزمالك بعد جاب 2 محترفين عشان الراوند الثاني هيكسبنا. الراوند الثاني كان 3-0 او 3-1، كسبناه ب2 محترفين. تصدق نفس اللغه اللي قالتها نهله، نفس الكلام، قالت لك الشوط عندنا بعقاب على طول. ما فانا بس انا عايز اطمن جمهور الاهلي، احنا فرقه زي الفل. الموسم كان طويل وصعب وزهقنا وكنا عايزين نلعب، ويعني خلاص.